تحية لكل مشاهدينا عبر هذا المسام، يتواصل معكم من خلال فقرات ظلال الأصيل. في هذه المرة نجمع بين الكلمة واللحن، واحدة من التجارب الغنائية الجميلة جدا في السودان للشباب المختلفين دائما أدائيا. الفنان والمطرب محمد البوشي دائما حريص على إعادة مجد الكبار من خلال الأغنيات السودانية والأغنيات ما بين الماضي والحاضر عبر هذه الفقرة. عفوا، سعيدة بك جدا محمد البوشي، وسعيدة بتجربتك. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذة منى، مساء الخير على كل المشاهدين، وإن شاء الله نقضي سهرة جميلة ومسية جميلة ونقدم أروع ما يكون من الأغاني الجميلة إن شاء الله. عرفت أنك من المميزين ولكن مهاجرين، ودائما يعني الغربة هي يا الدنيا قسمت منك كثير. طلبت بدري أنا لكن كنت مواصل المشوار يعني. فالواحد لما يرجع فبحس بأنه عطشان يا دوب داير يقدم وداير يعمله. إن شاء الله مستمرين وحنكون وللأمام إن شاء الله. يعني شكل التعامل مع الملحنين مع الشعراء حتى الاستعداد برضو ما زي لما تكون في السودان طبعا، ولا عندك فكرة معاملات أخرى خارج السودان؟ والله هو فكرة في كامب تجربة بس ما كانت تمت مع المرحوم مبارك الحاكم. كان في عمل بتاع كليب ما تم، لكن هسه حاليا عندنا عدد من الاعمال ان شاء الله حطرها النور قريب ان شاء الله. ان شاء الله والناس تكون موجوده قريبا ان شاء الله. انا سعيده بتجربتك، ويعني عنوان الفقره زي ما احنا ذكرنا ما بين الماضي والحاضر. فعلا، والماضي طبعا هو جميل لا يعلى عليه، لكن دائما ما احنا من خلال اغنيات حتى من خلال الاستحداث ممكن يكون موجود على الاغنيات من خلال اضافه الالات الموسيقيه المختلفه الممكن تخدم لنا العمل اللحن بصوره جميله مع مراعاه الاحتفاظ باللحن ادائيا واحترافيا حتى لا نشوه اللحن مثلا او الاشياء ممكن تكون موجوده عبر الاغنيات. كلمنا عن الفكره دي وكيف انت قدرت تدعمك كفنان شاب. والله انا اصلا يعني بداياتي بحب دائما اللون الدسم يعني بحب الاغاني القديمه خالص. حتى لحد الان يعني انا بحب اغاني اللي بتكون لها معنى، اصحابها يعني ذاته يكونوا فنانين لهم باع كبير في الوسط الفني. فان شاء الله الواحد يقدر يقدم حاجه يعني لو بالغليل يعني ان شاء الله. هنسمع عمل اول نهدي لكل الساده المشاهدين يحكي عن هذه التجربه. نسمع اول عمل وضوء يعني بيطلبوها يعني كثير جدا الاغنيه دي. اول حاجه نترحم على الاستاذ الغامه علي ابراهيم اللحو، ربنا يرحمه ان شاء الله. نحيي ناس كسله، تحيي ناس كسله، ونهدي لهم كسل الوريفه، كسل الوريفه، ونديهم الطير الخضاري. ان شاء الله تنال اعجابهم يعني. يا سلام لك التحيه والتقدير. الله يخليك تسلم يا. نسمع ونحيي كمان الفرقه الموسيقيه الموجوده معنا. الفرقه الموسيقيه فردا فردا و دائما معانا. نعم لهم التحيه والتقدير. لهم التحيه والتقدير يعني. نعم. الوريد الشارب من
أرضي بديمة يا حليل. يا سلام. خلت قلبه عليه غيمة، قل لي يا طير الخداري، قل لي وحياة حبنا وين رسائلك يا حليلة، وين عيونك مننا We'll be right back.
مننا. جميل جدا، انا سعيده جدا بهذا الاداء محمد البوشي، ويعني انا دائما بقول لاهلنا الكرام في تسلا اكوبام ودبايوة واتنينا، كل هذه اللهجات الكسلاويه الجميله اللي احنا بنسمع عن هذه المطايبات السمحه اللي دائما بتعزز عن التواصل وعن الجمال في كسلا. تحيه لك مجددا محمد البوشي. تحيه لك وتحيه خاصه مره ثانيه لناس كسلا، يعني لك التحيه. يعني دائما احنا بنتميز زي ما شفنا الفرقه الموسيقيه الموجوده معانا بادوات مميزه جدا وايقاعات مختلفه جدا واهتمام كبير جدا بالصولات وبالجولات اللي ممكن تكون موجوده في الاغنيه السودانيه، لكن رغم كده بنحتاج لتعزيز اكثر في الثقه بالنسبه لادواتنا بالنسبه لادائنا للمشاركات الخارجيه. فعلا الفرقه الموسيقيه كل يوم يعني ماشيه في تطور، وفي فرق كبيره وفي يعني الحمد لله يعني كم لونيه يعني. ثاني احنا فرقتنا دي بقوله بسيطه هنا لكن برا كبيره. صحيح. فاتمنى انه تكون عندنا حاجه بتكون لكل كامل الجروب وان شاء الله. واحنا ليه دائما يعني في المشاركات الخارجيه رقم الجمال بيتكلم عنه، وانت هسه قلت في يعني فرقه كبيره. في موجوده ايوه. ليه احنا لسه يعني ما قادرين نتقدم بالمستوى المطلوب؟ لانه احنا يعني من حاجاتنا الجميله جدا انه يعني غنانا فيه عراقه وفيه قدم. والله طبعا نحن الشعب السوداني ده يعني شعب ياسي، لو حسبتيه بتلقي كل الناس مبدعه يعني. بس يعني في ناس بتخزنهم الظروف. نعم. البيئه الحاجات. لكن الناس فنانين موجودين وان شاء الله، وانا متاكد انه المقبل حيكون جميل جدا يعني. يا سلام. ان شاء الله. برضه يعني خلينا نتكلم عن الانتشار برضه، يعني انا شايفه انه الشباب مهتمين جدا بانه يعملوا على انتشار الاغنيه السودانيه، استخدام السوشيال ميديا طبعا بقت متاحه في اليد، وانا بشوف كثير من الاعمال، بشوف كثير من الفنانين على السوشيال ميديا يعني فنانين شباب. كيف انت برضه قدرت تستخدم السوشيال ميديا والانتشار ده عبر الاغنيه؟ والله فعلا يعني هي لا يعني بقى الوسيله الوحيده حاليا لكل فنان. يعني انا زمان نتابع انه الفنانين اللي كانوا قدامنا ترجي انه شريط الماستر والكاسيت، هسه بقت انه الواحد يعمل له اغنيه العالم كله بيوصلها يعني، فعشان كده هسه الناس بقت مركزه على السوشيال ميديا اكثر. وان شاء الله يعني في كميه كبيره من الفنانين يعني قادمين، وان شاء الله انا متاكد جدا حيكونوا مثلوا السودان خير التمثيل يعني. ان شاء الله. حنسمع عمل اخر يعني من خلال نسمع عمل اخر ومدرسه مختلفه. تحيه لنا نازعه عطبره. تحيه اليوم ونترحم برضه على الفنان الكبير الجميل جدا. احنا يعني من خلال الفقره دي متجولين في كل ولايات السودان الجميله السمحه. نعم نسمع ديما في العشاق. يا سلام خليفه العظيم. تحيه للفرقه الموسيقيه الموجوده. تحيه لاسرته الكريمه. نعم تلقى ناس يتغنوا، تلقى ناس
حاسس بالحب نظري تهرب منه قيمة في العشاق انت يا قلبي في العشاق
تواصلوا معنا من خلال ظلال الأصيل، كل الجمال كل التفاعل من خلال الأغنيات السودانية ما بين الماضي والحاضر، واهتمام الفنانين الشباب دائما بإعادة مجد الكبار من خلال الأغنيات السودانية. وسعيدة جدا بتجربة الفنان محمد البوشي، ودائما يا محمد يعني أنا بهنيك أول حاجة على الأداء وعلى اختيار الأغنية بحد ذاتها، والفكرة بتاعت المجاينة ما بين الفنانين الكبار والصغار. أنا بفتكر إن هذه مرحلة مهمة جدا، وأنا عرفت إنه في تأثر كبير جدا من الفنان كمال كرباس وإبراهيم الكاشف في تجربتك. أنت عندك فهم ورؤية في التجربة دي للفنانين الاثنين. فعلا أنا طبعا بحب بعشق فنان الهرم كمال إبراهيم سلمان، ومن هنا بنقول له مساء الخير وله التحية. بحب غناه جدا يعني بطوارف على الترديد لأغاني، وإن شاء الله أسي برضو العمل الجاية برضو لكمال ترباس. يا سلام. أنا بتمنى لك التوفيق دائما والسداد، وبتمنى لكل الشباب الفنانين اللي هم دائما دار يقدموا الأغنية السودانية بشكل جميل عشان تجد حظها الأوفر من الانتشار، أيضا تعريف الجيل الشباب بأغنيات الكبار، أيضا الاهتمام بأنه نحن نصنع نفسنا من خلال الاستفادة من هذه الأغنيات القديمة اللي هي دائما بتكون متجددة، ولابد من الأجيال الواعدة تتعرف على هذه الثقافة الغنائية في السودان. شكرا لحضورك معنا. حنختم بعمل حنودع المشاهدين اللي شاركونا من خلال هذه الحلقة في المتابعة والمؤانسة. شكرا لكم على الحضور، شكرا لكل التيم العامل القائم على أمر هذه الحلقة، حلقة اليوم الأحد، إن شاء الله بداية أسبوع موفق لكل المشاهدين. فقراتنا كان موجودة معنا من خلال اليوم، بدينا مشاهدين الكرام بالشاعر الجميل اللي كان مشارك في مسابقة الشعر العربي الدولية وكان بطل لها سوداني، شاعر عثمان محمد عبد الحليم، وأيضا الفنانة الجميلة التشكيلية أمال عبد المنعم محمود اللي عندها عدد من المشاركات والأعمال في الفن التشكيلي، والاهتمام أيضا في نوع مختلف هو الفن التشكيلي أو الاستخدام النار أيضا في الفن التشكيلي، الاهتمام أيضا بالديكور والاهتمام أيضا بالتراث السوداني، وأخيرا واحدة من التجارب الشابة القنائية الموجودة معنا من خلال هذه الحلقة. شكرا للفنان محمد البوشي، وشكرا كذلك للفرقة الموسيقية المصاحبة، وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين، والتيم العامل. في أمان الله. ما تبني
ما تجور بس في وجيك لا بكره لا بزعل عليك لأنك انت لا يهمني وخايف تفوت بس انت بيك ما تلمني ما تلمني انت المهم والناس جميع ما تلمني